على مشاهد الدمار والخراب اللذين لحقا أحياء وكنائس حوش البيعة في محافظة نينوى، زار بابا الفاتيكان هذه المدينة وصلى لأجل السلام بين جميع المكونات على اختلاف أديانهم وقومياتهم. زيارة بالحقيقة غاية التعايش السلمي والسلام والمحبة بين مكونات هذا المجتمع وبالذات الموصل، مجتمع الموصلي بالذات. نتمنى أن تحط مفاعيل هذه الزيارة الكبيرة في سلامة وفي أمانية ورجاء على كل الشعب العراقي وعلى كل الناس الساكنين في هذه المدينة، مدينة الموصل. البابا رحب بإمكانية الإسراع في عودة المسيحيين إلى حوش البيعة والعيش بأمن وأمان، ودعا إلى ضرورة تقوية النسيج التنوعي للمجتمع وعدم فقدان أي من أعضائه. نتمنى المدينة ترجع. ليش قبل أشهر كنا؟ كلتنا أخوة، إذا مسلم إذا مسيحي كلتنا أخوة، بس الفرقان الله لا يوفقهم. مدينة الموصل مدينة التعايش، مدينة السلام، تعطي رسالة للعالم أجمع أن الموصل معقلا للسلام، لم تكون ولن تكون الموصل معقلا لداعش ولا للتنظيمات الإرهابية. إن شاء الله مثل ما طلب مننا إن شاء الله نرجع لبيوتنا، وبس يصير أمان مضبوط وترجع كنائسنا نعمرها إن شاء الله، ونصير محبة وألفة كل الطوائف كل الأديان كل المنطقة كلها إن شاء الله. مشاهد الدمار والخراب التي ترونها أمامكم هي أربع كنائس كبيرة وقديمة الإنشاء، كان قد دمرها داعش وحولها إلى أطلال، وما تزال حتى اللحظة تنفض غبار معارك عسكرية ضارية قبيل تحريرها بالكامل.